شو المحتوى المميز اللي تقدمه للمتابعين؟ ناس تقول مقالب، ناس تقول كل واحد تخصصه ومجاله. بالنسبه لي واحد اكره شيء اسمه مقالب، لان حصل لي انا شخصيا حصل لي مقلب مره وبعدها خلاص كرهت شيء اسمه مقال. اعلمكم السالفه اللي صارت لي. السالفه ما طلعوا السلامه طبعا ايام العسكريه بداياتها قبل 18 سنه تقريبا و20 سنه. على الفتره هذيك كنت اجلس الصباح في الميدان العسكري ومن الصباح لين اخر الليل جلد، يعني من الصباح تجلس الساعه 5 متى تنام؟ تنام اخر الوقت، توصل سريرك منتهي من النوم. كانوا عندنا شباب في ذاك الوقت رواين سهر ويحبون شيء اسمه مقالب، فل وضحك اخر الوقت. خويكم جيت عبان انتهي مره من النوم، جيت حطيت راسي ونمت. طبعا الشباب ما ناموا جالسين بس طفوا الانوار، تخيل الموجودين ويانا جالسين طفوا الانوار. انا كنت في غرقة عز النوم. النوم لما يجيك وانت تعبان غير لما تصير انت تحاول تنام. لما تجيك انت تعبان على طول تحط راسك تروح تغيم في غرقة النوم. بينما انت نايم تخيل والاضاءة طافية والوقت اخر الوقت والليل، صرت اسمع صوت عند اذني بالضبط عند اذني. طبعا انا زي اللي ها تعرف تعبان ما لي خلق، بعدين لا الصوت زاد تحت عيني شوي شفت اضاءه خفيفه طفي وتشتغل. انا خفت فزعت بشكل رهيب. شفت شخص واقف على ابيض زين، خلاص زي اللي انا ارتعت يعني شوي يضرب الفيوز، خلاص ضرب الفيوز جلست وحاقت وصوت وبقوه، يعني شلون اصوت بقوه؟ الشباب خافوا، الشباب دول مسوين في مقلب، واحد لابس شرشف زين وماسك بوجلي في يده وانا طبعا نايم ما ادري عن شيء. فواحد من الشباب يقول شغل الإضاءة، والله ولا أجلس لك كلهم أنا طبعا خلاص وصلت مليون وصلت ألف ذا خوين اللي لابس شرشف جلدت. من بعدها أنا كرهت شيء اسمه مقالب. بعض المقالب فيه مشاكل كثير والناس ما تفكر، يعني أنا والله بغيت أروح فيه من جد يعني الأشياء ذي. فبالنسبة لي أنا يعني رأيي الشخصي المقالب الأوفر زيادة عن اللزوم ممكن تنهي حياة شخص. بعضهم يسوون مقالب في سيارات، بعضهم يسوون مقالب في مزارع، في ما تدري شو يصير لخويك يعني. حد هي من باب المزح ومن باب الضحك، ولكن في الحقيقة تأثر نفسيا على الشخص. هذا بالنسبة لي رأيي الشخصي بالنسبة لي في مقالب سالم طال. فحبيت أشارككم هذا، خربط عليكم شوي، اللي يبي يتابع يشوف، اللي ما يبي سكيب خلاص الموضوع. سلام.